من اساسيات التقديم على اي شغل في الدنيا السي في. فالسي في ده اهم حاجه طبعا عشان نقدر نقدم بيها على اي شغل. لما بشوف السيفيهات اللي بتجيلي بيجيلي صدمه نفسيه على منظرها الصعب جدا، لانه انا كحد بيعينك او هيعينك عندي في الشغل هتعين عند اي حد، لو انا ما لقيتش ان انت عامل مجهود كفايه تحطه في السي في بتاعك او الريزومي اللي انت هتبعته ده في حاجتك كلها وشكله مش حلو، احس ان انت مش مهتم، انت بعت لي كده وخلاص، ما خدتش وقت تقعد تنظمه، تراجع كل حاجه فيه، في غلطات املائيه ولا مفيش، شكله مظبوط ولا لا، وكل الكلام ده. ومن اكبر مشاكل بتواجه الناس ساعات ان ممكن انت يكونش عندك لابتوب، فبتحتاج تروح لحد عشان يعمل لك السي في بتاعك. زمان الناس كانت بتروح سايبر وتديلها الحاجات وتعملها لها في السي في، معرفش بقى لسه الناس تعمل كده ولا لا، بس لو انت ما عندكش لابتوب او كمبيوتر تعمل عليه السي في، خليني اقول لك خبر لذيذ جدا ان انت ممكن تعمله من على الموبايل.